المنازل هنا تحولت مراكز حجر صحي إيرادي، أو هكذا تبدو. بعضها في الواقع تحول سجنا يعيش فيه السجان والضحية تحت سقف واحد. بده يعذبني، بياخذني لا يعذبني ولا يضربني ولا يهني، بيقولي أنا بأوصيك، بيهددني بالتقويض، بيقولي أنا بأوصيك كتير. أنا حاولت انتحر بس ما بقول، بخاف من الله. بيقولي قومي كبي حولك من الشباك، قومي روح انتحري، خدي دواء انتحري، خلصني منك. كثيرة هي قصص العنف التي تبقى مسجونة خلف هذه الأبواب أو تلك، قصص يبقى الكثير منها غير معلن بانتظار كتابة آخر سطور النهاية، نهاية بعضها مأساوي. التجمع النساء الديمقراطي قال أنه 140% زادت نسبة الشكاوى والاتصالات الخاصة بالعنف الأسري على خطوطه الساخنة. منظمة أبعاد كذلك الأمر ومنظمة كفا، وحتى نوعية الاتصالات تختلف. يعني عادة بالعادة تتصل المرأة للحصول على استشارة قانونية أو استشارة اجتماعية. للأسف جميع الاتصالات التي ترد الآن هي اتصالات للتبليغ عن العنف. تحولت بعض المنازل إلى معتقلات تحاكم فيها النساء على تراجع الأوضاع الاقتصادية أو فقدان مصدر الدخل. سجن يبقى السجين فيه من دون محاكمة في ظل تعليق أعمال المحاكم، ويبقى فيه السجان حرا طليقة طالما أن المحاكمة مؤجلة. يبدو زمن كورونا طويلا، وتبدو النساء المعنفات في مأزق حله بعيد، ووسط غياب دور لجوء آمنة لهم تتحول بعض المنازل إلى مشاريع زنازين. جيس الحشخوري، العربي، بيروت.